بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف الأصل الثالث نيتلو جسان مولا معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم خم ينتي النبي صلى الله عليه وسلم مويكا وهو محمد ابن عبد الله دوم عبد الله ابن عبد المطلب دوم عبد المطلب ابن هاشم دوم هاشم هاشم نك من قريش مغي بايكو تي وا قريش وقريش قريش من العرب مغي بوك تي عربي والعرب نك عربي من ذريه اسماعيل مغي جوغي تي نجبوتو اسماعيل كان دوم ابراهيم الخليل كي سوبي بروم بي تبارك وتعالى عليه تي موم وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام وله من العمر امنا نك تي اي ات موم يونت يالا بي 63 سنه جوروم بن فوك اك نيت تي ات منها تي ات يوي منها تي ات يوي 40 40 نين فوك ييغا خامتاني قبل النبوه دوندونكو بلا يال ديكو يوني و 23 نيار فوك نيت نك دكو دوند نيك يوننت نوبي ا نيك نا نبي بيقرا بي نيواتي تي موم اقرا وارسل منك رسول بني واتي تي موم يا ايها المدثر وبلده دكم ومتصار تصانو مكه موي مكه وهاجر الى المدينه مكداي نك دم مدينه منينو اشتملت هذه الفقره على نبذه عن النبي صلوات الله وسلامه عليه من بلي بارتي دا فا لامبو بن دوغيت رك تي ميرو يونت يالا بي صلى الله عليه وسلم لامبونا نك تضمنت اسمه نسبه عمره وشيئا من دعوته لامبونا نك تورم اسكنم دوندم اك لن تي ووتيم مون لا بد ان نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم امورا مونتا نياك ني خم يونت يالا بي صلى الله عليه وسلم اي مير ني خاج كو تي نيا اسمه ونسبه بي سجيتو مي تورم اك اسكنم موي محمد دوم عبد الله عبد الله موي دوم عبد المطلب عبد المطلب موي دوم هاشم هاشم موي بايكو تي وا قريش ميغي بايكو تي عربي تي نجابوتو اسماعيل دوم ابراهيم عليه السلام عمره دوندم نك موغي ولهم 63 سنه موي ام 63 منها 40 40 قبل البعثه افان ديكو يوني 23 بعد البعثه مونكو دوندو غنا بيكو يالا يوني انقسمت فتره بعثته الى خجلكو ونا نك دير بنكو يوني تي نياري خاج فتره مكيه امنا ايبوك بو خامتاني دكو دوندو مكه بوبو استمرت 13 عاما لولو وينا تي لو تولوك فكي ات اك نيت وفتره مدنيه am bena epoque parti bo xamantene da ko dund medina bob istamarrat ba legi lan 10 awa fukki at hal huwa alayhi salatu wassalam nabi am rasul ndax yonentibi sallallahu alayhi wasallam nabi la wala rasul la huwa nabiyun wa rasulun mom nabi la rasul la nubbi'a salawatu llahi wasalamu alayhi bi iqra نكنا نبي بنيو واتي تي موم اقرا ثم بعث بالمدثر داي نك نكو يوني نك تي بنيو واتي تي موم يا ايها المدثر بعثه الله بالنذار عن الشرك نكو يوني تي موي خوبي تي بوكالي ويدعو الى التوحيد موي واتي تي توحيد لول نك تيتال بي موي وخو بروم تبارك وتعالى يا ايها المدثر اي يومي سانغو قم جوغل فانذر نغا خوبي وربك صبر فكبر نكو ماك وثيابك فيري كين انت فاسيري فطهر نكو لابا والرجز خرمينك فهجر نكو غداي ولا تمنن تستكثر وانك بول جخي غير ساكولن يوكو